الفن عنوان. حديث الروح برنامج فني ثقافي يهتم بأثر المبدع والفنان في كل مكان وزمان. حديث الروح برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ سفيان العماري يوم الجمعة من 8 إلى 10 على الحياة فام. حديث الروح. إذن أهلا وسهلا بكافة متابعينا الأعزاء ومشاهدين على إذاعتكم المفضلة إذاعة الحياة، إذاعة الصحة بالقيروان. في الأيام الأخيرة كانت هنالك العديد من الأحداث التي تسارعت والتي احتدمت لكي تنتج لنا إنتاجا جديرا بالمتابعة، وهي خاصة الندوة الوطنية الخاصة بالمهرجانات وكيفية تطويرها. هذه الندوة أعطيت عنواناً وهو المهرجانات قاطرة للتنمية، فقد انتظمت هذه الندوة أيام 25، 26، 27 ماي بضاحيه جمرت شمال العاصمة تونس، وشارك في هذه الندوة عدد من مديري المهرجانات الوطنية والدولية بالإضافة إلى عدد من ممثلي جملة من التظاهرات الأجنبية من خبراء دوليين في هذا المجال ومختصين. ولعل من أهم أهداف هذه الندوة هي تطوير المهارات واكتساب الخبرات في مجال التسيير الإداري والفني للتظاهرات الثقافية وتقييم أداء هذه التظاهرات ومردوديتها، ووضع مقاربة تشاركية تعمل على آلية تطوير هذا القطاع وتدفع نحو احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمشاركة الفاعلين الثقافيين في البلاد التونسية. وقد تضمنت هذه الندوة مداخلات عديدة تتعلق بالوضع الراهن بمهرجاناتنا الثقافية في تونس، وتم تسليط الضوء على تجربة مهرجانات في دول مجاورة وكيفية استراتيجياتها الفنية والثقافية في هذا المجال. وبالنسبة للخبراء فقد تم دعوة خبراء من مصر، من لبنان، وبالطبع من تونس، وأخذنا آراء العديد من المختصين والمشاركين في هذا المجال، وقد كان الحوار بناء ومثمر إلى درجة كبيرة، بحيث أن المختصين في هذا المجال قد أفادونا إفادة واسعة، وكل المتدخلين في هذا الشأن طرحوا تساؤلات وتلقوا أيضا إجابات تهم الحوكمة التي ممكن أن تتبع في حسن تسيير المهرجانات المحلية والدولية. وقد تحول ميكروفون إذاعة الحياة على عين المكان وأخذ استجوابات وروبورتاجات خاصة بهذا المجال، وتتبعنا فيها آراء العديد من المتتبعين، وقد أتحفنا الأستاذ رمزي القرويشي مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بكثير من المعلومات التي همت المتابعين من مسؤولين ومسيرين ودور ثقافة ورؤساء مهرجانات، وقد أوفى وأضفى بالنسبة لحقوق المؤلف وحقوق المهن أيضا المجاورة، فجاءت إجاباته على غاية من الدقة. وأيضا الكثير من الأخوة كانوا الأخوة العرب أو حتى الأجانب اللبنانيين أيضا، فبحول الله سنتابع هذه التساؤلات والأجوبات بعد أن قدمنا لكم هذا التقديم. بعد أن قدمنا لكم هذا التقديم سنأخذ بعد قليل مداخلة مع أستاذنا رمزي القرويشي، إن شاء الله نتحصل عليه في المباشر ويكون معنا بعد أن نستمع إلى هذه الأغنية ثم نعود بمجرد انتهاء المهرجان إلى دورها في أنها قنطرة يعني قاطرة تجر وراءها عمليات كثيرة وتنمية كبيرة جهوية ومحلية ووطنية، لكن الآراء تباينت في هذا المضمار
وقد وصل ميكروفون إذاعة الحياة إلى العديد من المهتمين والمشاركين، وأخذنا آراء المسؤولين وأدلوا إلينا بمختلف التصريحات. نريد أن نتابع هذا التقرير الذي أنجزه أمين الحجيري وسفيان العماري. إذن متابعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن نحن الآن في متابعة إلى لندوة العاصمة. هذه الندوة ترمي وتهدف إلى تنمية المهرجانات، فالتأمت لتبسيط الأمور بالنسبة لكل مديري حقوق التأليف والحقوق المجاورة في تنمية المهرجانات، من حيث ضمان حق كل ينالون حقوقهم في التأليف، وبالتالي هذه تكون لها عائدات محترمة وكبيرة على الجانب الفني والموسيقي، وبالتالي المهرجان تكون له روافد مالية إضافية بحيث تساهم في تنمية الدخل للفرد حرص على جمع هذه الأموال التي كانت لا ترجع بالفائدة لكل مبدع تونسي. فهنالك توجه واضح من وزارة الثقافة وعلى رأسها إدارة المحافظة على التراث والمحافظة على حقوق التأليف، وبالتالي تمت هذه الندوة وتم عقد هذه الندوة وإطلاع جميع المتدخلين في هذه المناسبة على كل بنود هذه الاتفاقيات. تدخل مؤسسة حقوق التأليف في الندوة المخصصة للمهرجانات القاطرة للتنمية الثقافية كان من منطلق أن حقوق التأليف ديما تنجم تكون دافع للتنمية، وهي شريك ينجم يكون للتظاهرات الثقافية من ناحية في حفظ حقوق التظاهرات هذه، من ناحية أخرى في حفظ حقوق أصحاب الحق من فنانين ومؤلفين. صاحب الحق اللي يتم تأديث المصنفات نتاعو يلزم التظاهرات يعرفوا اللي هما يلزمهم يخلصوا حقوق التأليف باش نجموا ديما المبدع هذاك يواصل انه هو ينتج، وديما نجم باش نزيد نلقاو منتوج تونسي. ما ينجمش المبدع يبدع وهو ما يحس روحه ماهوش خالص. ديما نلقاو نسمع نقولوا احنا البس تونسي قول تونسي، حتى حد ما قال اتفرج واسمع تونسي. خلينا نخدموا على هذا، يلزم التظاهرات نتاعنا خلص حقوق التأليف يعطيه نسبة بث ونسبة حضور للمبدع التونسي ويخلصوا له الحقوق متاعه باش هو ينجم يكون قادر على الإبداع. من ناحية أخرى التظاهرات هذه زي ما تعمل إنصار دو شارت، شارت هذه معناتها تضبط فيها الحقوق متاعها، زي ما تسجل العلامات متاعها، تسجل الشارات متاعها باش يتقدم معناتها ملفات دعم وإلى دوسي دو سبونسورينج، فما شكون يتجاوب معها لأنك أنت قاعد تقدم فيها كجمعية. اما كي تقدمها كجمعيه انت شكون قال التظاهر هذيك موجوده؟ باش تكون موجوده لازم تكون هي الشاره نتاعها محميه، يكون العلامه نتاعها محميه باش يكون عندها وجود. خاطر مانيش نحكيو على اشخاص، خلينا نحكيو على تواصل في التظاهرات باش الافراد اللي يجيو بعد مده يلقاو فما حاجه بناو عليها. هذا معناتها مختصر شنو كان فحوى المداخل. إذن أهلا وسهلا من جديد في هذه التغطية المتواصلة لهذه الندوة الفكرية التي تقع في العاصمة التونسية، ونستضيف لكم الآن من النيجر مسيو أنانا كالاسو. أوشانتي مسيو، vous êtes le bienvenu. Enchanté, merci beaucoup. Oui, vous êtes l'un des grands organisateurs des festivals à Bruxelles, au Niger, partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Je trouve que c'est une rencontre très intéressante parce que ça permet en fait un échange entre tous les organisateurs ou les acteurs culturels. Donc je pense que c'est vraiment très bien
pour la Tunisie aussi, pour tous les pays limitrophes, ou l'Afrique ou l'Europe. Donc c'est vraiment un très bon échange et je suis très honoré d'être là en fait. Merci, voilà. Et nous sommes fiers de vous recevoir en Tunisie. Oui. Merci, et je pense que voilà, ça ne va pas être la première fois ou la dernière fois. Et je reviendrai aussi pour le festival de Hammamat, le 17 août, je joue là-bas avec mon... أنا المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. الندوة هذه هي لما مع المندوبين الثقافة والمنظمين المهرجانات الجهوية والمنظمين المهرجانات الدولية اللي تنظمها المؤسسة وخبراء أجانب من لبنان، من مصر، من أفريقيا، من بلجيكا، من فرنسا. حابين نتأملوا ونطرحوا سؤال على المهرجانات، السؤال بالكبير من خارج المهرجانات، علاش المهرجانات؟ شنية هي المهرجانات؟ شنو فائدتها؟ شكون سلط علينا المهرجانات؟ إذا كان فما البعض يعتبرها معناها مصدر نتاع إسراف ولا. المهم سمحنا بالسؤالات الكل حول المهرجانات وحاولنا نبينوا مع بعضنا، وربما وقفنا على مسألة مهمة جدا، كون المهرجانات هي راهي من الأفعال الثقافية المكتملة، انطلقت من 1830 في بريطانيا، ثم تطورت وأصبحت منظومة كبيرة في العالم. مهرجانات موجودة في العالم الكل، والأقوى من هذا هو كون مهرجانات العالمية تقريبا مرتبطة جميعها بما فيهم مهرجاناتنا الصغار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. إذن هي آلية كبيرة ثقافية فنية إبداعية. احنا توا حبينا نتساءلوا على دورها الاقتصادي وإمكانية تطوير دورها الاقتصادي، بما أنها هي تستعمل موارد بشرية، تستعمل موارد مالية، تخدم في قطاع تنموي بامتياز وهو الثقافة، تخدم في مسائل جهوية لا مركزية متنوعة فيها أذواق وفيها ثقافات محلية. دونك عندها المكونات الكل باش تكون منظومة اقتصادية، ولو ما نغلبوش نحل المسألة الاقتصادية، ما نعنوش تجارية راهو مانيش في الربح، ولكن في منظومة اقتصادية تحرك محيطها اقتصاديا، ما تكونش عالة، تكون على الأقل تطمح إلى اكتفاء ذاتي، هكاك راهو يكون الإبداع والمسألة الثقافية حرة. ومن غير هيك الحرية هذيك داير أحسن ما أبدع الناس أبدع الأحرار. مهرجان كيف يبدأ عنده نوع من الاكتفاء المالي الذاتي، حتى ولو عجز بسيط كمله الوزارة، يدخل في حرية تعطيه إرياحية في البرمجة وفي الذوق وفي المسألة الجهوية ولا مركزية، وبكلنا نخرج رابح. تحية ليك وتحية لكل متتابعي إذاعة الحياة فام. نحضر اليوم في متابعة أشغال اليوم الثاني من أشغال الندوة الوطنية للمهرجانات تحت عنوان المهرجانات قاطرة للتنمية. الحقيقة تواصلت فعاليات وانطلقت فعاليات هذه الندوة يوم 25 ماي وتتواصل إلى غاية يوم 27 ماي، وهذه كانت فرصة لبلورة تصورات جديدة للمهرجانات وبناء رؤية مستقبلية جديدة مغايرة لما عهدناه، وكانت فرصة كذلك للاستئناس بتجارب أجنبية وتجارب عالمية تاع مهرجانات ناجحة وعندها سيت عالمي كبير، وكذلك حضروا معنا في الورشات والتربصات التكوينية اللي شاركنا فيها مجموعة من مديري ومسيري مهرجانات عربية من دول عربية عندها اعتباراتها في المهرجانات هذه. دونك التصور العام للندوة هذه انه توظيف او استغلال المهرجانات هذه في التنمية، يولي المهرجان او التظاهرات الثقافية هذه هي قاطرة للتنمية ومحرك اقتصادي واجتماعي مهم ومهم جدا. وفي التصورات المشاريع الثقافية إنها تنطلق من الخصوصية المحلية، ويعني الأفكار ماذا بينا إحنا اليوم كي باش نأسسوا مهرجان
ولا باش أسسوا مشروع ثقافي ماذا بينا ينطلق من الخصوصية المحلية ونعملوا على تثمينها وترويجها وترويج العلامة الخصوصية بالجهة، هكاك يكون مشاريع عندها طابع يحمل الهوية الثقافية الخصوصية للجهات في خاصة وأن تونس على مستوى الجمهورية تزخر بمقومات اقتصادية ومقومات حضرية كبيرة برش. دونك المهرجانات هذه كيفاش تكون انسيبور باش نثمنوا به هالموروث الحضاري والثقافي هذه وتكون في نفس الوقت هي محرك تنموي واقتصادي مهم. ما يتمش الاقتصاد كان على تنظيم المهرجان لغاية المهرجان وينتهي. وفي الإضافة أخرى أنه المهرجانات صحيح هي تقام في فترة زمنية معينة على مستوى الموسم الثقافي، لكن ماذا بينا حتى هيئات المهرجانات أو المسيري المهرجانات التقاليد هذه نقطع معها، ما نكتفيوش ببرمجة المهرجان في مدة أسبوع أو جمعتين في العام وتنتهي، له مشروع يكون متواصل ونخدموا عليه على امتداد الموسم الثقافي. المهرجانات الساعة يلزم تكون مسجلة في الحقوق في المؤسسة التونسية هذه باش نضمنوا استمرارية المهرجانات هذه ونحميوها. كذلك إذا كان يتم إبرام اتفاقيات مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإحنا في الحقيقة في القروان كان عندنا لقاء تكويني تحسيسي حول الحقوق المجاورة لفنانية الأداء. هو البرنامج هذايا مهم ومهم جدا، يحمي الأطراف الكل، يحمي حقوق حتى سبونسور زاد يحميله، الداعم للمهرجان يحميله حقوقه، برشا آليات برشا بتصور جديد انها نحمي حقوق الفنان، نحمي حقوق المهرجان ونحمي حقوق الداعم للمهرجان. ثم نحكيه على تشبيك اليوم وضرورة انه المهرجان باش نضمنوا الاستمرارية متاعه وتكون عنده رؤية مستقبلية ترتقي الى مستوى انتظارات سواء المتابع او الفاعل الثقافي، يلزم فما برشا خدمة على مستوى تشبيك العلاقات هذه، وكذلك برشا خدمة من الجانب القانوني والإداري خاصة مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجامرة اللي باش نضمنوا بها حقوق هذه التظاهرات وحقوق المتدخلين فيه وحقوق الداعمين لي، وحتى كذلك المؤسسات الإعلامية اللي تنجم تكون زادة طرف فاعل وداعم للمؤسسات هذه زادة كيفاش نجموا نضمنوا لها حقوقها الكل. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة بتغطية مهرجان أو ندوة تطوير المهرجانات وكذلك الحفل الذي أقيم بمناسبة تأسيس نقابة الموسيقى لدول العربية، نقاب اتحاد نقابات الدول العربية. إذن تعقيبا على ما كنا شاهدناه واستمعنا إليه في هذه الآراء المتداخلة في هذا الريبورتاج، حبينا نستقي المعلومات من مصدرها، ولهذا الغرض نستضيف لكم السيد رمزي قرويشي مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي سيعطينا فكرة على ما تم خلال هذه الندوة وعلى مداخلاته القيمة. السيد رمزي القرويشي أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة الحياة إذاعة الصحة بالقيروان. مرحبا ومرحبا بكم ومرحبا بجمهور إذاعة الحياة. أهلا وسهلا سيد. عايش. إذن التقيناك في هذه الندوة وكنت أفضت الحوار والمعلومات حول الكثير من الجوانب، فيريد تعطينا فكرة ضافية على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتدخلها في تطوير المهرجانات، وخاصة عندما نقول أن المهرجانات هي قاطرة للتنمية فهنالك خيط رابط بين التنمية وبين المهرجانات وبين حقوق التأليف، فنحب نسمع منك يعني في هذا المضمار بعض الإضافات والتوضيحات. حقوق التأليف هي إذا كنا نحكي على حقوق التأليف إذن نحكي على حقوق الملكية الفكرية. نعم. حقوق الملكية الفكرية هي تتفرع إلى حقوق ملكية أدبية وفنية وحقوق مجاورة. الحقوق المجاورة يعني إذا كنا مش نقول حقوق التأليف هو حق المؤلف على الكتابات متاعه. نعم. حق الملحن على التلحين متاعه. حق كاتب السيناريو على السيناريو متاعه. نعم. الحقوق المجاورة هي حق فنان الأداء
المطرب على الصوت نتاعو، العازف على العزف نتاعو، الراقص على الرقص نتاعو، الممثل على التمثيل نتاعو، يعني هذاك طريقة تجسيد العمل. نعم. هذه الفرق بين حق المؤلف والحقوق المجاورة. حق الحقوق التأليف والحقوق المجاورة كيفاش تداخلها مع التنمية؟ خلينا نحكيه من حيث المبدأ. المبدع هو في تو معناتها يلزمه ياخذ الحق نتاعو، ياخذ حقه ينجم يعاود يبدأ. يعني كاتب إذا كان نعطيه الحق على الكتابات نتاعو، الملحن نعطيه حقه على التلحين نتاعو، مش يحاول المردود المالي اللي هو جاء مش يحاول يعاود يضخه في الدورة باش يعاود دور التنمية. نعم، يعني في الصحة باش يعاود هو يبدع إبداعات أخرى. لك يقولوا لازم ياخو سيدي الكريم، ما كانش ياخو قبل، يعني هو في ما هو ياخو في الكاتشين بتاعه، اما على استغلال الاعمال. يعني انا كنقول مثلا سامحني، اذاعه الحياه، اذاعه الحياه هي على البث للمصنفات المحميه موسيقى او غيرها، لازم تكون عندها اتفاقيه مع مؤسسه حقوق التاليف بمقتضاها عندها قانونيا حق بث الاعمال هذيك. اما مردود مالي يتم الاتفاق عليه باش هو يرجع للمصنفات اللي يتم بثها سيرة البرنامج اليومي متاع القناة. هذا ينطبق على جميع القنوات الإذاعية الوطنية الخاصة والجمعية. المؤسسة عملت لهنا معتها كيفاش نقولوا معاليم خاصة جدا، معاليم تشجيعية معناتها بصورة كبيرة للإذاعات الجمعية هي بألف وألف وخمسمائة دينار سنويا، معناتها معلوم رمزي هو الغاية منه ترغيبي يعني. نعم، يعطيك الصح. أما احنا كمؤسسة مش نتحملوا الفارق باش نعاونوا الإذاعات الجمعية هذه باش هي تنشط. في الإذاعات الخاصة احنا التوجه نتاعنا توا انه احنا ما عادش باش ناخذوا نسب، باش نحاولوا نعملوا مبالغ جزافية تراعي الوضع الحالي، تراعي الالتزامات المالية نتاع المؤسسات البث الإذاعي والتلفزي بطريقة انه احنا نكبروا كمؤسسة من في عدد الهياكل اللي هي تستجيب وقاعدة تحترم حقوق التاليف. نعم. الغاية ما هوش حاجتي بالمبلغ المالي فقط، اما حاجتي كمؤسسة بالبرنامج وإرساء تقاليد، يعني إرساء تقاليد تصبح يعني ضرورية. احنا نحبوا فما ثقافة، فما ثقافة نتاع ملكية أدبية وفنية تحترم، والنشر نتاعنا على انه احترام الحقوق هذية، انه كي نعديه مقطوع ايوه سيدي الكريم يبدو ان الاتصال ايوه نسمع فيك سيدي ايوه ايوه إذا بالنسبة لجميع المتداخلين في هذا الشأن لابد أن يمروا إلى تسجيل أعمالهم لكي يضمنوا حقوقهم. هو المبدعين الكل معناتها فما تاريخين نتاع تسجيل باش تضمن الحق نتاعك، عندنا خدمتين نقدموا فيهم، هو خدمة الإيداع وخدمة التصريح بالمصنفات. الإيداع بالنسبة لكل شخص لم يعرض عمل نتاعو على العموم، مازال في البدايات نتاعو، أو هو يحبذ يحصل على وثيقة تعد قرينة وحجة بداية حجة إثبات للمحاكم أنه المصنف هذاك نتاعو حتى ما هو صرح فيه. بالنسبة للانخراط والتصريح بالمصنفات، هو بالنسبة للمبدعين اللي العمل نتاعو قاعدة الدور قاعدة تتعرض، هو مش يصرح بالعمل نتاعو، مش ياخذ رقم وطني ورقم دولي، تبعا للرقم الوطني والرقم الدولي مش يدخل في منظومة وطنية ومنظومة دولية اللي احنا نجم نتبعوا استغلال العمل نتاعو على الصعيد الوطني. أيوة على الصعيد الوطني والصعيد الدولي. نعم، يبدو أن الخط غير واضح. نعم. لكن الحماية القانونية هو يلزم يكون عنده وثيقة، الوثيقة هذه احنا كمؤسسة نوفروها له، ويقوم هو بالتصريح، مش يولي عنده كما نقولوا مضمون ولادة للعمل نتاعه. يولي عنده ما يثبت وقتاش هو قام بالتصريح فيه، ينجم ياخذ فيها شهاده اللي هو ينجم يحاجج بها الغير، والمصنف نتاعو كي مش ياخذ رقم وطني ورقم دولي، ولا هو مثبت ملكيته ديه في المنظومه الوطنيه والمنظومه الدوليه. لهنا مش نربطه مع
كما قلنا الحماية نتاع المصنفات احنا يعني الحماية تتم في تونس وفي خارج تونس ايضا. مهرجان مثلا مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان. نعم. نكتب حاجة مادامنا في القيروان. باهي. انا كي نمشي للقيروان نحب نشري مقروض مثلا. صحيح. مثال. عنديش ضمانة انه انا في المهرجان هذاك مش نشري المقروض من مكان مشهود له بالجودة؟ انه هو بالجودة؟ نعم. انه هو مقروض اصلي؟ ما عنديش، لكن إذا كان تظاهرة مهرجان القيروان تقوم بتسجيل التظاهرة متاعها وتسجلها معناتها في مؤسسة حقوق التأليف ك باش هي تحميها معناتها من حيث طريقة الإنجاز وتمشي تحميها زادة كعلامة. نعم. كعلامة تعمل فما علامة يعني تعمل أن لابيل خنخلقوا معناتها صيغة جديدة للتسويق أنك أنت تولي عندك علامة مش توفرها للناس وللتجار المخرطين معاك في التظاهرة متاعك انه انا كزائر للقيروان في الجهة في الفترة هذيك نولي كي نتوجه باش نشري حاجة نجم عندي ضمانة انه ضامن معناتها ضمانة قانونية من عند تظاهرة مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان انه المحلات اللي عندها العلامة هذه علامة المهرجان هي مشهود لها بالجودة والأصالة. بالضبط. يعني انا لن يتم التحيل علي وقت اللي انا نتوجه في خلال التظاهر لمدينة القيروان، كما كي نقولوا احنا مش نشري زربية راني مش نشريها من محل معتمد. نعم. يعطيك الصحة، مش تولي فما محلات معتمدة. نعم. باش انا كي نشري دي برودوي مضمونين، المواد اللي مش نشريها انا ما نحبش يكون يتحيل علي. يعني من ناحية لهنا مش تقول انت شنو مش تدخل في التنمية هذه. مش تدخل انه انا التظاهرة هذيك مش تبيع العلامة هذيك بمقابل رمز. كي نقول انا عندي 1000 تاجر وعندي 100 دينار انه مش نبيع العلامه. ما شاء الله دخل 100,000 دينار. يعطيك الصحة، 100,000 دينار هذيك ينجم يتم اعاده ضخها باش تقدموا معناتها عروض اخرى وجديده وتولي التظاهرات تصرف على روح. صحيح. ما عادش مش تحتاج انها هي تمويل من جهات اخرى معناتها خلي تولي الثقافه هي راي معناتها التظاهرات هذه لازمها تكون هي الدافع للتنميه، مش تكون دافع للتنميه وخلي هي تولي تصرف على روحها. لازم تكون ثم افكار انك انت كيفاش تخلي التظاهره نتاعك تعيش. باش تعيش لازم توفر لها موارد. الموارد ماهيش مش تكون كلها بالدعم، نجم تكون من خلال استنباط اطر وطرق انك انت تمولها بها، وهذا راهو اللي دارج معناتها في العالم الكل، حتى في معناتها كي تمشي مثلا تظاهره في اوروبا ولا في امريكا ولا في صحيح دول متقدمه، مام حتى الكوبليه هذاك تشرب فيه القهوه تلقى فيه العلامه نتاع التظاهره. ما تلقاش صحيح. حاجه اخرى. صحيح. لازمك نخلقوا احنا عاده جديده انه احنا التظاهرات نتاعنا نولوا كي نمشي انا القروان يلزمني مثلا ماهيش ذاك العروض المقدمه، يلزمني المدينه الكل تكون عايشه بالتظاهره هذيك. باللابيل نتاع التظاهره هذيك. والله يا استاذ رمزي، استاذ رمزي نتفاعل معك في نفس الاطار. انا كنت زرت يعني دوله خليجيه كبيره وعندها مهرجان معروف، مهرجان التسوق. في أغلب المحلات تلقى يعني ملصقة كبيرة مكتوب عليها هذا المحل مشارك في مهرجان التسوق. يعني بالضبط، يعني هذاك نشري من عنده وعينكم غمضة. بالضبط. العلامة هذيك بالفلوس. هو ضمن لي الجودة، هو ضمن لي الجودة. يعني أنا وقت اللي يتم التحايل عليا مانيش باش نمشي للمحل فقط، مش نمشي للمشرفين على المهرجان هذاك. بالضبط. ناخذ حقي من عندهم هما، يعني هما مش يقوموا بال مراقبة القبلية والبعدية. نعم. والحينية انه الزائر كيجي خاطر اون دوا فيديليزي لو كليون. اكيد. بور فيديليزي لو كليون لازم نوفر له منتوج باهي. انت حاجتك بالزائر يجيك مرة واثنين وثلاثة واربعة، ما يجيكش مرة واحدة. صحيح. لازم انت توفر لي كيما توفر لي الإقامة وتوفر لي العروض الجيدة، وفر لي انه انا باش تكون حركة اقتصادية في الجهة انه عندي من نشري حاجه معتمد، حاجه انت ضامن لي فيها لانك انت كتظاهره تعرف شنو هو اللي عندك بتجيها، تعرف شكون هم الناس اللي نجموا يحافظوا لك على جوده المنتوج اللي انا مش نشريه. لهنا وقت تولي كي نحكي ونحكيه على التنميه، نجم نحكيه على التنميه انه العروض اللي يتم تقديمها تكون النسبه الاكثر هي نسبه وطنيه، يعني عروض وطنيه، عروض من الجهه، عروض من الجهه باش انت تشجع زاده المبدعين نتاع الجهه انهم هما يبدعوا. معناتها
نجم تجيب من جهات اخرى ما يسالش، اما زاد عرفني بمنتوج الجهه نتاعك. نعم. من الناحيه الابداعيه كيفاش تجيب اجانب، ما نجيبوا اجانب اما ما يطغاش الطابع الاجنبي على التظاهرات نتاعنا. صحيح. نجم يكون دولي، يكون دولي اما بمشاركات. خاطر كي تقول لي انت طابع اجنبي ديما نخمو في حاجه، اذا كان مش تخلص حقوق تاليف راهو كل ما نسبه العروض الاجنبيه ترتفع راهي الحقوق مش تمشي للاجانب اكثر من التوانس. نعم. مش تمشي للتوانس. يعني لازمنا نحافظوا، لازمنا نحافظوا على انه الموارد اللي مش نوظفوها اللي مش يستنفع بها يستنفع بها التونسي. صحيح. على هذاك لازمنا نخمو. كيما نقولوا البس تونسي، خلينا نقولوا زاده حاجه اخرى، اسمع تونسي وشوف تونسي. صحيح. نسمع كل ما هو تونسي ونشوف كل ما هو برامج وانتاجات دراميه تونسيه. فماش مبادرات تو نحن نعرفوا فما على الاقل 800 الى 900 مهرجان، يعني فماش مبادرات تسجيل جديده في حقوق التاليف. يا راي المبادرات مولوده، اما الملفات لازم تتم الدراسه نتاعها بطريقه زاده انه نضمنوا انه كل جهه كي تحب تسجل حاجه مش تسجل المصنف نتاعها، لانه مش معقول تظاهره تبدا عمرها 20 و30 و50 سنه في الدوره 50 تلقاها في الدوره 40 وتجيني جهه عمرها عام وتقول لي راني انا مش ننسب التظاهره هذه ليا انا. انا في اجراءات قانونيه كبيره فيها ملف هي ماهيش طويله، لا اجراءات سهله. اما اللي مش يقوم بالتسجيل لازم يثبت ملكيته للمصنف فقط. هذيك هي الحكايه، ماناش طالبين حاجه اخرى. طيب مخرجات هذه الندوه لم نطلع عليها، حاولنا الاطلاع لكن الى حد الان حتى المشاركين في الندوه لم يحصلوا على المخرجات، هل تمت طباعتها وتوزيعها والا نشرها على موقعكم ولا؟ انا راهو مانيش من المنظمين، انا معناتها كنا كمشارك. مشارك. نعم. مشاركين مؤطرين. اللي انا نجم نقوله لك انه اليوم الاخير راي المخرجات فكالعرض اللي تم معناتها في اليوم الاخير تم الحديث على مخرجات الندوه. نعم. هو في اليوم الثالث معناتها وكانت معناتها والفيديو مازال موجود معناتها على موقع على المنصه نتاع مؤسسه التظاهرات اللي هي تنجم معناتها مفتوح للجميع، معناتها ينجم واحد يعاود يتفرج في الفيديو تو هو يشوف المخرجات اللي هي خرجت بها التظاهره هذه، واللي هي كانت مخرجات معناتها مهمه جدا وتنجم تدفع لما فيه معناتها مزيد الدفع نحو تنمية ثقافية هادفة. باهي. والحدث في مدينة الثقافة بين 3 و5 أوت وعرض المشايخ في أي إطار تنزل هذا سيدي؟ هو المؤسسة التونسية لحكومة الحقوق المجاورة معناتها في إطار قربها من المبدعين نتاعها، في إطار حرص وزارة الشؤون الثقافية كسلطة إشراف والمؤسسة التونسية لحكومة الحقوق المجاورة على رعاية المبدعين. تم إحداث الايام الوطنيه او الايام التونسيه لحق المؤلف الحقوق المجاوره اللي هي مش تكون ايام ماهيش مقتصره معناتها كما دارج انه نعملوها مره في العام. نجم تكون الايام هذه كل شهرين كل ثلاثه كل سته شهور بالطريقه اللي هي كل مره مش نتلاولوا موضوع. نوينا المره هذه انه في جانب منها مش نعملوا تكريم العمل هذه التركي اللي هي مئويه ولادته اثناء. جميل. باش نعملوا له معرض فن تشكيلي، معاه معرض فن تشكيلي لسي منجي معتوق. هذا معناتها في الفن التشكيلي، معاهم هما مش نعملوا حاجة أخرى، إنه ندوة حول سوق الفن والملكية الفكرية، موضوع هام جدا لم يتم التطرق ليه من قبل، مش تكون هذه اللمسة الأولى أو المصافحة الأولى في الموضوع هذا، تليها مصافحات أخرى. وفي نفس الاطار مش كون عندنا سهره كما شرحت عليه العاده في مع المؤسسه انه مره في العام ننظموا سهره بحكم الكورونا ما تمكناش. ايوه. قلنا خلينا ننظموا المره هذه سهره، السهرات نتاعنا ديما هي تكون ذات طابع تونسي. نحبوا نشجعوا ديما فابيس اكيد الفنان التونسي، نشجعوا الابداع التونسي. هو عرض المشايخ معناتها عرض باهي معناتها لاقي استحسان، قمنا بتكوين لجنه عرضنا عليها عديد الاعمال، معناتها تم اختيار العرض هذا من بين الاسباب انه هو في اطار تشجيع المبادره الخاصه من جهه، ومن جهه اخرى واللي هي المهمه انه
القيمة التشغيلية للعرض عندنا أكثر من 80 شخص يكونوا على الرقع، يعني عنده قدرة تشغيلية كبيرة. على هذاك معناتها قلنا خلي معناتها النفع مش يعود على مجموعة كبيرة، أكبر عدد ممكن من المبدعين يعني. نعم، واللي هم مش يكونوا معناتها بإذن الله مخرطين بالمناسبة هذه، معناتها كما نقولوا عصفورين بحجرة إنه هم يكونوا يعرضوا. حاجة أخرى، مش يكون عندي 80 مخرط جديد في المؤسسة في الليلة هذيك. دائما حساباتك دقيقة سيد رمزي القرويشي. كيفاش؟ دائما حساباتك دقيقة، يعني تحب تدخل أي احنا نحاولوا زيد منخرط بطبيعة الحال، خاطر هذه الفائدة إنه احنا المؤسسة نحمي حقوق الناس. باش نحمي حقوقهم لازم يكون عندي أكثر ما يمكن من المخرطين وأكثر ما يمكن من المصنفات المصرح به. إذن إن شاء الله تزورنا مرة أخرى كما زرتنا في القيروان وأطرت الكثير من الموسيقيين والذين إن شاء الله قريب مش نكونوا بحذاكم إن شاء الله تكون فما مصافعة أخرى إن شاء الله. تشرفنا، بارك الله فيك. سيد رمزي القرويشي مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كنت معنا في المباشر، أهلا وسهلا، إلى اللقاء سيد الكريم. إذن نخرج في أغنية موسيقية، نستمع إلى هذا الفاصل ثم لنا عودة في برنامجكم برنامج حديث الروح. الندوة الوطنية لتنمية المهرجانات، وفي نفس اليوم وفي نفس اللقاء كان لنا أيضا متابعة وتغطية خاصة للمؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العربية الموسيقية. هذا المؤتمر الذي طالما انتظرناه والذي جاء يعني بولادة هيكل جديد، مولود جديد تونسي، وستكون إن شاء الله تونس العاصمة مكانا له ومقرا دائما له. إذن هذا كان يصاحبه حفل بهيج أمنه العديد من المطربين التونسيين، وشارك فيه العديد من المؤثرين والمتدخلين على مستوى التنظيم، كما شاركت فيه سعادة سفيرة السلام السفيرة سرور ديجي، وقد أمنت الكثير من الفقرات فيه بتقريب وجهات النظر وتقريب الأفكار، وكانت لها مداخلات قيمة، ولقد أخذنا معها حوار وهذا أدلت به إلى قناة الحياة، إلى إذاعتكم إذاعة الصحة إذاعة حياة، قبل أن تتحول إلى دبي مركز عملها، لأنها هي سيدة أعمال مستقرة بين تونس ودبي والدول الخليجية والدول الأوروبية، وكانت تقدمت لنا بهذا التقرير. نستمع مع بعضنا ثم لنا عودة. إذن متابعينا الكرام، نستضيف لكم من خلال هذا الحدث الفني الذي التأم بتونس العاصمة سيدة متميزة، يعني خطفت الأضواء من خلال مشاركتها الجميلة والممتازة في هذا اللقاء في الحفل التأسيسي لاتحاد النقابات العربية، وهي السيدة سرور الحديجي. وبهذه المناسبة نستضيفها لكم لنسألها بعض الأسئلة. أهلا أختي سرور. مرحبا، يشرفني يكون معاكم، شكرا على الاستضافة الحلوة هذه في إذاعة الحياة FM. أهلا وسهلا، مرحبا بك، هذا شرف لنا أيضا، وحبينا ناخذوك باش تكون معنا يعني حتى في الاستوديو، لكن التزاماتك وسفرك إلى دبي حالة دون ذلك، معليش مش مشكل. إذا فكرة عن مواكبتك لهذا الحدث الفني الذي التأم بتونس وكان لك مشاركة متميزة فيه، وكان تحكي لنا عليها، وثم أيضا حبوك تعطينا رأيك وتعطيك كل سيدة تونسية بالذات تحب شو طريقها نحو ريادة الأعمال والمجالات الفنية والتسويق، وكان تعطيها بعض النصائح. تفضل الأختي سرور. أي أنا فرحت برشا ويشرفني نكون مع النقابة الموسيقية للدول العربية الكل. حبيت يكون مشاركتي كسفيرة السلام قبل كل شيء للعلاقات الدبلوماسية، أني نكون موجودة أنا بحكم أني نمثل تونس المنظمة. نعم. هي منظمة عالمية الموقع متاحة في لندن. نعم. حبيت أنا معناتها مبادرة مني أنا نكون موجودة معهم، وحبيت إذا نكون زيادة معهم كسيدة أعمال في مجال العطور الشرقية. نعم. وكنت معاهم موجودة مدة الأيامات اللي صحيح، وكانت متميزة مشاركتك، يعني عطرت لنا الجو كامل وعملت يعني تأثير حلو على الموقع وعلى يعني من خلال مشاركاتك، وأنا نشكرك على ذلك. يعيشك حبيبي. إذا احنا عندنا منتجات إذا للعطور اللي هما
يعني نشتغلوا فيهم في الخليج ونفوقوا فيهم في الدول العربية والأوروبية. نعم. منهم أنا عملة زادة قرفانات أسامي تونسية كما كرتاج. التسويق يعني للماركات التونسية والأسماء التونسية. نعم. هاي بأسماء تونسية هو تسويق الماركتي اللي هي صيد العود. ما أنا عملة أسامي تونسية للبرفانات، عملة عقبة، عملة قرطاجنة. حاولت أنا والمبادرة متاعي أنا هذي معاهم ولا مع مجالات أخرى سورتو كي يبداو دي زيترونجي نوريوهم احنا على طريقتنا الخاصة، نوريهم الأسامي متاع كرتاج ومتاع الليفة. يعطيك الصحة. هما يتمثلوا في برفانات وفي حاجات. نهنيوك على هذا النجاح الباهر، لكن في نفس الوقت نحبوك تكون قدوة. فما بعض السيدات يعني يتساءلوا كيف السبيل إلى شق الطريق نحو النجاح والتميز، باش تنصحهم سرور؟ والله أنا هذا فريمون موضوع يهمني برشا. أنا كسيدة أعمال بطبيعتي موجودة في الخليج وفي أوروبا ومثل يعني كامرأة تونسية، وكان وجودي في معارض دولية ديما أنا أطرح المرأة التونسية أن هي تعطي صورة حلوة للمرأة الجادة، المرأة المثقفة. نعم. المرأة اللي تنجم تمثل بلادها وتعطي اسم وتعطي وجهة لبلادها. وأي امرأة راهي في الدنيا هذه راهي تنجم توصل لأي مركز تحب عليه بحكم أن هي تبدأ سيريوز، أن هي تبدأ محترمة، أن هي تحب بلادها وتحب توصل اسم مزيان برشا واسم ثمين برشا لبلادها. يعني أي امرأة باش تمثل تونس لازمها تكون قدوة لأي امرأة تونسية. يعني أنت وصلت اسم بلادنا إلى كافة المتابعين في الخليج والدول الأوروبية والدول العالم. والحمد لله. نعم. من خلال نشاطك في هذا المجال، مجال العطور، ومن خلال أيضا نشاطك في مجال الدبلوماسية العالمية. يعطيك الصحة. اختاروني هما كسفيرة السلام. ديما أنا وين ما نمشي لأي بلاد نمشي، معناتها ما شاء الله هنا زرت كثير بلدان يعني برا، ومثلت حتى في المعارض الدولية كالمرأة التونسية، علم تونس، كالمرأة الحرة، كالمرأة المثقفة، كالمرأة المحترمة اللي هي تكون قدوة باش توصل اسم بلادها على أعلى السبل يعني. يعطيك الصحة. وأنا من خلال هذا المنبر الإعلامي إذاعة الصحة بالقيروان، إذاعة حياة فهم، أولا نشكرك يعطيك الصحة، ثانيا نوجه لك دعوة باش تحل بيننا ضيفة إن شاء الله عندما تعودين بالسلامة إلى أرض الوطن وتكون ضيفتنا في القيروان، ونفرح بك كما فرحوا بك في كل مكان من العالم. برشا القيروان وفيها جامع عقبة وناسها حلوين برشا، نتشرف بمعرفتكم الكل، وهذا شرف لي أن نزوركم في أقرب فرصة إن شاء الله. إذن من المشاركين الذين كان لهم بصمة وكانت لهم مشاركة متميزة في هذه الدورة والذين التقيناهم بكل سرور، التقينا بالأستاذ الهلالي، الأستاذ الوجيه الهلالي وهو مدير دار الثقافة بتبرقة، وأيضا هو نائب رئيس المهرجان الدولي بتبرقة، ويعتبر المدير الفني لمهرجان تبرقة الدولي. نستضيفه في هذه الليلة لكي نتحدث مع بعض في كل ما يخص هذه الندوة. أهلا وسهلا أستاذ وجيه. مساء النور، مساء الثقافة والفنون. أهلا وسهلا. من تبرقة إلى القيروان، القيروان العاصمة الإسلامية اللي شرفني أنا أكون في إذاعة الحياة مع الأستاذ والزميل في سفيان. مرحبا بك. أهلا وسهلا أخوي وجيه، شرفتنا، مرحبا بك. شكرا شكرا. العفو. كيفاش لقيت ندوة ذي، وكيفاش لقيت الفائدة، وكيفاش لقيت المداخلات؟ أعطينا شوية رأيك في هذه الندوة الوطنية اللي شاركت فيها سيادتك. حقيقة بدون رمي ورود، ندوة دولية متميزة، تفاجأنا جميعا كمديرين مهرجانات فنيا أو إداريا بقيمة هذه الندوة، وبالدكاترة اللي كانوا حاضرين وأسسوا معنا الندوة، على غرار مدير مهرجان بعلبك بلبنان. نعم. كذلك الدكتور محمد ثورات من مصر، كما نعرفوا احنا مصر، مصر مصر الثقافة، مصر الحضارة، مصر الإعلام. صحيح. استفدنا فهمتني خاصة من الناحية العلمية والأكاديمية في تأسيس المهرجانات لتصبح مهرجاناتنا أو لتعود مهرجاناتنا كما كانت تقبل على بلغتنا حتى العامية، نقولوا احنا مشاريع ثقافية لكل ولاية أو لكل معتمدية ذات طابع خصوصي للمهرجان.
هي احنا ركزنا خاصة على استراتيجيات وزارة الشؤون الثقافية اللي حبت تذكرها في الندوة هذه. ندوة متميزة تفتح لك المجال للمعرفة، للبحث، للتجديد. كنا ننتظر حقيقة باش يحكونا مثلا على التصرف المالي، التصرف الإداري، المنح، لكن هما هزونا المجال واسع، مجال الثقافة، مجال الإبداع. نعم، وهذا يعود بالفائدة والنفع على كل المتداخلين في الشأن الإبداعي، من مطربين، من عازفين، من ممثلين، من عمال في الركح، من كل المهن المجاورة للعمل الثقافي والمؤلفين، كلهم عندهم فائدة من هذه الندوة. صحيح صحيح. نعم. احنا كنشوف هو الميزة بتاع الندوة هو الاسم كقاطرة للتنمية. نعم. التنمية، التنمية شاسعة، التنمية الثقافية هي المنفتحة على العامل، على المطعم، على النزل، على اليد العاملة، على الأستاذ، على الموسيقي، المسرح، السينمائي. هذا هو دور الثقافة في تونس، هي بحر شاسع خاصة كقاطرة للتنمية. هوني نأكد خاصة على الانسجام مع رؤية واضحة مبنية على هدف مشروع واضح المعالم. كما نعرف احنا رهان دائما مدير المهرجان هو ترجمة المشروع على أرض الواقع. كانت الندوة ندوة أكاديمية، ندوة متميزة، تقارب وتبادل التجارب بحضور جل المندوبيين الجهويين للشؤون الثقافية بالجمهورية التونسية، كذلك صحيح. بعض المديرين المهرجانات الوطنية والجهوية. هوني أنا أعجبني الاختيار الأفراد. ما كانش عادنا تنوع، نعم. تنوع ما كانش، كان مثلا مهرجان تبرق الدولي اللي هو شيخ المهرجانات التونسية اللي تاريخ بعثه سنة 1962، كانش كان هو مثلا ومهرجان قرطاج أو الحمامات أو بنزرت. لا، كان كذلك فما عديد من المهرجانات المحترمة اللي لاقت رواج جيد على غرار مهرجان المسرح بنابل. هوني نأكد عن خصوصية الندوة بين الوطني وبين تصنيف المهرجانات أو إعادة تصنيف المهرجانات. صحيح. ومما يعني أثار الانتباه هو مشاركة شباب كما سيادتك يعني اللي كانوا على رأس الوفود ورأس المهرجانات ودور الثقافة، وأنت سيادتك النائب الرئيس والمدير الفني لمهرجان عريق ومهرجان كبير مثل مهرجان تبرق الدولي. وهذا يسرنا ويسر يعني المتابعين اللي عندنا ضخ دماء الشباب الحيوية والجديدة من شأنها أن تضفي يعني رونق وتضفي حيوية ونشاط على هذه المهرجانات. فإن شاء الله الناس كل تحذو هذا الاختيارات، وإن شاء الله تزورنا في القيروان وفي إذاعتكم إذاعة الحياة FM، وإن شاء الله يكون بيناتنا يعني تعامل في المستقبل القريب. أستاذ وجيه، خليلك كلمة الختام، ماذا تريد أن تقول من خلال إذاعتنا إذاعة الحياة؟ في النهاية حقيقة نستفدت من ندوة خاصة كذلك لتبادل الخبرات. شرفني معرفة الأستاذ سفيان العماري وإذاعة الحياة، وإن شاء الله ستكون لنا برمجة متناسقة بيننا كإذاعة الحياة بالقيروان والمهرجان الدولي بتبرقة، ولما لا والأكيد ستكون إذاعة الحياة مواكبة لمهرجان تبرقة الدولي إن شاء الله. شكرا سيدي الكريم، سيدي وجيه الهلالي، كنت معنا في المباشر، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام، بعدما أخذنا آراء المشاركين في هذه الندوة وأعطيتكم فكرة أيضا على الحفل الذي أقيم بمناسبة المؤتمر التأسيسي وحفل اتحاد إذاعات اتحاد النقابات الموسيقية العربية، كانت هنالك مشاركة متميزة لكثير من الوفود العربية والعديد من المطربين والمطربات، السفراء كان تحت رعاية وإدارة السعادة الوزيرة، وزير الثقافة ووزير السياحة التونسي. فكان حفل كبير وحفل بهيج، التقينا فيه العديد من الوجوه المعروفة وأخذنا معهم ريبورتاج قمنا بتصويره، فندعوكم إلى متابعته ثم نعود من جديد. أصحاب السعادة والفخامة، زملاء السادة نقباء الدول العربية المشاركة، زملائي الفنانين، السادة والسيدات، الضيوف الكرام، أهلا وسهلا. الحياة FM
إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن يحتضن بلدنا حدثاً عربياً ضخماً ولأول مرة بالعالم العربي، وهو فعاليات المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات الموسيقية العربية. متابعينا ومشاهدينا الكرام، نستضيف لكم الفنانة سوبر ستار التونسية العربية شهرزاد هلال في هذه المشاركة الجميلة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. إذن هذه بادرة طيبة أنه تم تأسيس اتحاد النقابات العربية والذي سيكون مقره بصفة نهائية هي تونس. ماذا ننتظر من مثل هكذا مؤسسة فنية؟ سعيدة أن يكون موجودة بصوتي لأني غنيت في سهرة جميلة هذه، المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العربية. طبعا هذا حدث كبير باش يكون باش يعود بالنفع على الموسيقى العربية بصفة عامة في كل البلدان العربية، والجميل جدا أن يكون فما تعاون بطريقة هذه كله في صالح الفنان، وكله زادة باش يكون عنده نتائج عمل مشترك وتبادل موسيقي، تبادل فني، تبادل ثقافي بين البلدان العربية. فاتحة حلوة برشا، تونس سباقة الحقيقة متاع ربي في كل شيء، في الثقافة، في الإعلام، في الاقتصاد، بدرنا عملنا كذا، تونس سباقة الحقيقة نعاودها ونقولها. اليوم 26 هي بداية الاحتفالات، 26 27 28 29 ماي 2022 المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العربية للموسيقى والمهن المجاورة بحضور 17 دولة، 13 دولة عربية عندهم نقابات، وأربعة سعودية، قطر، الكويت والبحرين بعثين يعني دي تمثيليات على النقابات نتاعهم ولا مشاريع النقابات نتاعهم. الحمد لله المكتب في تونس، تونس برجالها وبنساها، والحمد لله رغم ضيق ورغم الإمكانيات إلا أن نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة، شكرا سيد النقيب، شكرا للمكتب التنفيذي، شكرا للفنانين المنخرطين اللي عطوا الثقة فينا بإمكانيات ضعيفة وبحب كبير وبمجهود كبير، ومش تبجح، إنما يلزمنا نعيشوا على أرض تونس باش ننفعوا تونس. المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات العربية الموسيقية والمهن المجاورة في تونس ومكانه في تونس. شكرا تونس، شكرا تونس، شكرا تونس. استاذ فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم، احضرت اليوم بدعوة من نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة اللي الحقيقة تربطنا بها علاقة كبيرة برشا، باعتبار انه كانت عندنا شراكة معها في عديد المهرجانات والمناسبات، انطلاقا من مهرجان الحق الفلسطيني الى مهرجان المرحوم حسن الدهماني الى عديد السهرات اللي ادتناها مع بعضنا. الحقيقة فرحاني برشا لأنه كان هو فما جهد كبير ياسر قام به نقيب الفنانين سي ماهر من أجل أنه ينجح هالمؤتمر هذا التأسيسي. اليوم حبينا الحضور متاعنا لدعم هالمبادرة هذه، وسمعنا كذلك اليوم من عند نقيب المغرب وأنه هناك مبادرة أخرى تم الإعلان عنها اللي هي اتحاد المغرب العربي. فالحقيقة هذه كل المبادرات كلها تمثل إلى إضافة كبيرة برشا للفن، وتؤصل وتوثق للمخزون الثقافي الفني اللي تتمتع به الأمة العربية خاصة ودول المغرب العربي. وذاك علاش احنا كنا بدرنا وكنا حبينا وسنا أول مرة كبادرة أولى عملنا مهرجان الفن، مهرجان حسن الدهماني الطرب الأصيل، لأنه حبينا هذا اللون باش ما يضيعش، لأنه تونس هي زادة كذلك هي ولادة للفنانين اللي هم تميزوا بالطابع هذايا. توفيق عمور نقيب الفنانين المغاربة، نقيب النقابة المهنية المغربية المبدع الأغنية، احنا اليوم هنا في تونس من أجل توقيع اتفاقية
أو مشروع اتفاقية للتعاون بين النقابات العربية في العالم العربي الكل. هذه بادرة طيبة تفتح المجال للتعاون للتآزر في المجال الفني وكذلك للتعارف وتلاقح الثقافات. وأجمل شيء هو تلاقح الثقافات بين هذه الشعوب. سوف يتخلل إن شاء الله هذا التوقيع كذلك توقيع اتفاقية أخرى وهي اتفاقية اتحاد النقابات. راكم تاخذوها أنتم أون سكوب. سيتخللها توقيع كذلك اتفاقية مبدئية لإنشاء اتحاد نقابي مغاربي يضم الدول المغاربية الخمس إن شاء الله بحول الله. كنتمنوا النجاح لهذه البادرة اللي دارتها تونس. هو في الحقيقة هي كانت بادرة مشتركة ما بين المغرب وتونس، وكنا وقعنا اتفاقية قبل 4 سنوات وكانت اتفاقية مغربية ثنائية مغربية تونسية. دكتور ناصر ناجي بن جابر، نقيب نقابة المهن الموسيقية ليبيا، نتشرف بهذا الحضور للاتحاد التأسيسي الأول على مستوى الوطن العربي والعالم العربي لتأسيس اتحاد الموسيقيين العرب. طبعا اليوم يبدأ الافتتاح لهذا الاتحاد، إن شاء الله يكون شاف النور وانطلاقة حقيقية للمحافظة عليه على الفنانين ومحافظة على المغنيين، محافظة عليه مؤلفين الموسيقى، مؤلفين الأوبرا، مؤلفين أي صنف من أو أي فئة من فئات الموسيقى يكون له دور فعال في هذا الاتحاد. طبعا لا ننسى بأن نشكر جميع النقباء على مستوى الوطن العربي من الجزائر، المغرب، موريتانيا، السعودية، الأردن، طبعا لبنان. نشكرهم ونخص بالشكر الصراحة اللي كان يفكر في هالموضوع علي، اللي هو الأستاذ ماهر الهمامي، بارك الله فيه وبارك الله في أفكاره. وإن شاء الله عم قريب يشوف الاتحاد النور وينطلق بإذن الله. فنان من الجزائر كمال بناني والمدينة عنابة، جاركم في تونس. شكرا. يعني أنا فرحان، يعني المبادرة هذه الشيقة طيبة، تأسيس نقابة العرب، يعني المغرب العربي والإقليمي. هذا الحجر الأول إن شاء الله يتحط اليوم. أنا اليوم جيت ما بصفتي مش كفنان، كنقيب، لأني معايا الفنانة أنا المشهورة من مدينة الجزائر العاصمة ندى الريحان. احنا فرحانين كثير بهذه المبادرة الطيبة والشيقة. من يعني المبادرة جت من طرف أخونا ماهر الهمامي، ونشكر كل دول، نشكر كل دول اللي شاركت معنا واللي حضروا معنا كفنانين كنقابيين. إن شاء الله من اليوم الانطلاقة اليوم من تونس، إن شاء الله انطلاقة إن شاء الله واليد في اليد. السوسي أمين مال النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، اليوم مش يكون هو ما دوبت عشاء معناتها باش نتلاقاو فيهم من النقباء العرب اللي استدعيناهم، وان شاء الله غدوا مش يكون فما امضاء اتفاقيه ما بين النقابات هذوما، مش يكون فما اتحاد نقابات العرب ان شاء الله، زاد مش يكون تاسيسي غدوه، ومش يكون المقر الدائم في تونس. وذي ان شاء الله بقدرت له الاتحاد هذايا باش نتبادلوا به الافكار، احنا نعطيهم افكار وهم يعطيونا افكار، ومش يسهل برشا حاجات معناتها بالنسبه للموسيقيين التوانسه اللي سافروا غادي والا هما العرب اللي جوا عندنا لهنا، وان شاء الله ديما متحدين. إذن أهلا وسهلا بكافة مشاهدينا ومستمعينا على إذاعتكم إذاعة الحياة FM، إذاعة الصحة بالقيروان. أنتم في الاستماع مباشرة إلى برنامجكم حديث الروح. هذه الحلقة الاستثنائية أفردناها للحديث في جانبها الأول على الندوة الوطنية لتنمية وتطوير مهرجانات، وفي الجزء الثاني منها على الحدث الكبير وهو انتظام حفل افتتاح
الاتحاد العربي، الاتحاد النقابات العربية الذي سيكون مقره الدائم في تونس، وأشرف على تنظيمه وتهيئته واستضافة كل ضيوف الأستاذ ماهر الهمامي كاتب عام النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، الذي كانت لنا معه مداخلات كثيرة والذي شرفنا بوجوده في الكثير من المناسبات، ونحن اليوم سيكون لنا معه اتصال وليوضح لنا الكثير من الجوانب حول هذا الحفل الموسيقي وعلى توقيع العديد من الاتفاقيات التي وقعها الجانب التونسي مع ضيوفه الكرام. ولقد استقينا من المعلومات التي تم بثها في هذا الملتقى وهذا الحفل الكبير أيضا ولادة مولود جديد، وهو اتحاد النقابات المغاربية، والذي يضم كافة أيضا الدول المغاربية في هذا المضمار. طبعا كان اختتام جميل جدا، وكان أيضا ما شاء الله حفل كبير في أحد نزل الضاحية الشمالية بالعاصمة، وكان يعني استضاف لنا العديد من المطربين التونسيين، وحضر هذا الحفل سفراء العديد من الدول العربية ووفود تقريبا جميع النقابات الدول العربية المشاركة على مستوى كبير من التمثيل، وحضره دبلوماسيون سفراء مسؤولون، وكانت يعني له العديد من المخرجات التي سيحدثنا عليها حولها ضيفنا الكريم الأستاذ ماهر الهمامي. أهلا وسهلا خونا ماهر. مرحبا بك، تحياتي لك وكيف السادة المستمعين إذاعة الحياة فهم. أي مرحبا، مرحبا إذاعة حياة فهم. ربي فضلك ديما أنت معنا إن شاء الله في كل ما يهم نقابة المهن الموسيقية والمهن المجاورة. والحدث الكبير الذي تأم مؤخرا نحن رافقناه وتابعناه وعملنا عديد من الاستجوابات والريبورتاجات، وتوع المباشر حبينا نهنيوك أولا بهذا النجاح الباهر في هذا التنظيم الذي كان محكم بشهادة الجميع، ونشكرك أستاذ ماهر على هذا الجهد المتواصل والذي واكبناه، وكنت ما شاء الله مش نعدو لك يعني المناقب، يعني كنت في استقبال الضيوف بين المطار وبين النزل وبين هذا، قد يكون يعني من صبيب من صميم شغلك، لكن نشكرك بارك الله فيك ويعطيك الصحة. عايشك بارك الله فيكم، وهو راهو هذا نجاح مش لي أنا الشخصي أو المكتب التنفيذي، هذا نجاح للنقابة كل، للمخرجين النقابة الممتهنين القطاع ذا، للبلاد الكل. نعم. نشكر نشكر امرأة بصراحة اللي هي ساعدتنا برشا، هي السيدة وزير الشؤون الثقافية دكتورة حياة القطاعات، كذلك السيد وزير السياحة، كذلك بعض المستشارين اللي نوعا ما نقول بارك الله فيهم. هذه خدمة كيف قلت هنا خدمة عمين، ديجا حتى النقباء العرب قالوها اللي احنا كنا على اتصال عمين واحنا نحضروا في التحضيرات هذه. صحيح. الحمد لله هوك كله قد كلام، الحمد لله لناس جات وروح فرحانة بالإنجاز هذا. والله ممكن نحب نكبروا، قالوا لي من حق باش تكبروا، هو إنجاز نقوله تاريخي، إنجاز كبير، إنجاز ما صارش قبل، تحدينا حتى رجال السياسة ولما هي رايفاه كل راي أبار نحينا نقول من المؤتمر وكل السفر الرسمية، هي التجمع في حد ذاته بركة، هذاك هو نشوة كبيرة وانتصار كبير. ويقول لكم حاجة، احنا راهو كي نقول لكم من غدوة، هنا من غدوة سيبري، من غدوة يوم الخميس من غدوة الخدمة باش تبدأ، فما عنا برامج ميدانية إن شاء الله باش نبداو نطبقوا فيها إن شاء الله. بسيفتي إلي أنا الحمد لله خدينا الرئاسة بتاع الاتحاد هذايا، سنة توكي رئيس الاتحاد هذا، إن شاء الله من غدوة في بعض المقابلات المهمة البارزة اللي باش نبديو عليها، وراه هذا راهو في صالح الفنان والعازف التونسي والموسيقي التونسي، راهو بالبجلة نقولوا احنا بولاد البلاد. صحيح. ومن بعد نجيو للبرشا أنو عربيين، كيفاش الحماية باش تقع، كيفاش الحقوق، وكيفاش وحتى الواجبات، راه هذه راهو الناس ما يعرفوش، حتى هو زاد عنده واجبات، وزاد العازف لو عنده واجباته
من بعد تو نحكيوا فيهم كيفاش تفاصيل شكون، اما فما ان شاء الله برامج، ان شاء الله فما برامج كبيره مهمه للقطاع هذا. طيب استاذ ماهر، شكرا على هذا يعني الحديث المنمق والواضح واللي فيه يعني جانب كبير من الدبلوماسية، لكن خلينا ننزل شويه الى ارض الواقع على يعني سور تيران. العازف المطرب الملحن المشارك في الشأن او في الاثر الثقافي الابداعي الموسيقي ينتظر منكم بصراحة الكثير، ينتظر مثلا ما وعدتموه سابقا بان بعد جائحة كورونا انكم ستشجعون بعض العروض المنتجات والمشاريع الثقافية الموسيقية بدعمها بقطع النظر عن دعم الوزارة ودعم المهرجانات، يعني دعمكم انتم كنقابة هل سيرى النور هذه الايام؟ انا حكيت الموضوع ذاك، وعدنا ذاك موجود ومازال اللي وعدنا بيه مش نفذوه. المساله حكايه تنظيميه. نعم. فما لجنه واللي هو على راس اللجنه دي الفنان عادل بندقة. صحيح. وخمسه اعضاء من ابرز الموسيقيين او الناس اللي لاهيه بالعروض الكوريغرافيه او الشعراء اللي بيشفروا العروض. ما تنجمش تجتمع بيهم في قهوه، ما تنجمش تجتمع بيهم في مقر. في المقر خلاص المقر. احنا خلينا مقر، لكن احنا توا في الاعداد، مقر وخيمه غير مهيئ. ما غير مهيئ. نعم. ما توا احنا قاعدين وصلنا وعملنا فيه 60%. ذكرنا في المقر، خلي نزي تعرف المقر. 46 نهج الباشا تونس اللي. نعم. هو كان المقر القديم للتخت العربي في تونس، واضفنا له كذلك النادي القدمي هذاك الجيش الوطني خلينا. مساحته 163 متر مربع، فيه طابق سفلي وطابق عليا، فيه مكان للتمارين برايف باش تكون شرفيه زاد مقهى ثقافي. هل صحيح انه سيحتوي على استوديو تسجيل؟ لا باش ما نتبوش مبدئيا لا، لكن فما ما نحبش هذه، فما مكان اخر حاطين عليه عينينا ان شاء الله باش يكون هو باش يكون فيه استوديو. مازلنا احنا توا ماك تعرف ذاك السياسه تخوض وتعرف تخوض وتعرف توا احنا طبعاً. المساحه هذه 163 هذه نبدا وخلي خلي مو المسؤول عنده الحق، راه زيد ما نجمش يعطيك برشا حاجات لما يرى يرى الفعل ويرى التطوير. نعم صحيح، يرى حقيقه، يرى حقيقه قدامه. هذه توا احنا الحقيقه ان شاء الله في افتتاح الموسم الثقافي ان شاء الله احنا باش يكون تدشين. والله البارح جاتني فكره من عند الكاتب والمؤرخ احمد الحمروني اللي قابلته بالصدفه في نهج الباشا، اعجب بالمقر واعجب اعجاب كبير كبير. قال لي بصراحه احسن هديه انه رئيس البلديه ما اعطتوش لجمعيه او مؤسسه بعيده عن الميدان الفني، انكم انتم تفهموا قدر شو معناتها. قال لي اقترح علي فكره ممتازه، قال لي لما لا يقع افتتاح في افتتاح الموسم الثقافي، واش مازال الموسم الثقافي شهرين او ثلاث شهور، نكونوا احنا اعددنا له يكون افتتاح رسمي في مستوى نقابه، في مستوى نقابه توا متراسه اتحاد النقابات العربيه ديجا. هذه يخلينا يعملنا مسؤوليه كبيره نمشي يكون افتتاح رسمي في على المستوى على مستوى عادي. صحيح، هذا يعني إنجاز يذكر فيشكر وفي صالح يعني كل موسيقي تونسي كل موسيقي عربي. أي إن شاء الله إن شاء الله، هذا كله أن نقولها ديما لصالح المنتهين القطاع هذا، وإن شاء الله نقدمه احنا ديما هنا كل مرة نعمل حاجة، وإن شاء الله ربي يجينا في الصواب. أستاذ ماهر، فما أنا كنت يعني عملت مقابلة مع الأستاذ توفيق عمور نقيب موسيقيين في المغرب الأقصى يعني في بلاد المغرب. أي. وكان عطاني سكوب، هو قال لي هذا ساعة قبل ما نقولوه في المباشر راهو على اتحاد المغاربي. نعم، اش هي حكايتي؟ لا أشورك. لا أمضينا أمضينا والحمد لله الخطوة الأولى إن شاء الله، وش يقع الإعلان خلال الشهرين هذوما يظل لي باش هما المغرب يحبوا يستضيفوا، وإحنا ما منعناش هذا بالعكس، ما نكونوش إحنا كروشنا كبيرة زي ذاك في تونس ما يسالش لكن المقر ان شاء الله باش يكون في تونس كذلك، نخلوهم اخواتنا المغاربه كذلك او الجزائريين او حتى الليبيين. اليوم برك انا وصلت المطار اللي قعد لي نقيب موريتانيا الدكتور احمد ابو الدبه، وصلت المطار جاء نفس الفكره، منبهر بالشيء هذا اللي صار، ولما لا خلاها باش يكون الاحتفالية احتفاء بالاتحاد النقابات المغاربية باش يكون في المغرب إن شاء الله. أستاذ ماهر، ما يعني كما يقولوهم تحملني شوية، حبيت نعطيك ملاحظة على حول منظوريكم داخل الجمهورية.
منظوريكم داخل الجمهورية ينتظرون منكم أكثر من هذا، يعني الذي تقومون به في تونس وخارج تونس يذكر فيشكر وممتاز للغاية، لكن في بعض الأماكن داخل الجمهورية لا تصل هذه المعلومات. ما تقوليش مثلا أنه الانترنت فيها كل شيء والمتابعة، لابد من، لأن الموسيقيين فما مش الناس كل يتابعوا بالانترنت وناس كل يواكبوا في التظاهرات. فأنا أرى أنه يعني مزيد من إشعاع مكتبكم التنفيذي بمندوبيه الذين موجودين في داخل الجمهورية، يريد تقع عملية تأطير وإعلام اكثر واوسع من هذا. اي لكن سامحني، احنا هنا احنا ما نجموش احنا الشمس باش نضويو على الناس الكل، وزاد الموسيقي لازم يجتهد، زاد المجتهد لازم يتبع. احنا عندنا باج ما شاء الله كبرت وبالقديه بالقديه، الناس الكل يعرفوها، صفحتنا قاعده نهبطوا كل شيء على صفحتنا. صحيح المندوبين يخدموا زاد كذلك، اما احنا ما نبخروا حتى شيء، وما عندناش فرق، وما عندناش الجهويات المركزية مطلوبة في الناحية، ما عندناش ما عندناش لا تمييز لا جهويات، ونمشيو في اطار المركزية. لا احنا رانا ما عندناش حتى فرق بين هذا وهذا وبين منطقة ومنطقة، لا ابدا. هذا الموسيقي اللي هو لازم يجتهد فقط تكحو، واحنا نشور رو كلنا احنا نشتغل ومعرضين راهو للاخطاء، واحنا نجم نكونوا اخطاء، ما نجم نكونوا اصبنا، وهذا يخلي التاريخ وكهو ولا الوقت يظهر اللي احنا فماش حد قصدنا في حاجه، وعلى ما نقدر ديما نحاول ديما نعاون. لا بالعكس، انتم بصراحه مجهودكم كبير ويذكر فيشكر. احنا تابعناها فيك في العديد من المناسبات، وكنت ضيفنا في العديد من المناسبات، وما نجمو الا نقول لك يعطيك الصحه، بارك الله فيك وربي يبارك فيك. وشكرا استاذ ماهر الهمامي، كنت معنا في المباشر. نحب نشكرك ونخلي لك كلمه الختام، ونقول لك الى لقاء قريب ان شاء الله. اش نجم تقول لنا في اخر هذا اللقاء؟ والله نقول لكم بارك الله فيكم انتم على حضوركم، وصحيح انتم من الملمين باللي صار بالتظاهره، بارك الله فيكم على التغطيه اللي عملتوها، وحتى قبل ما يبدا التظاهره هنا رانا احنا نقيسوا ونشاهدوا بعينينا كل شيء. انتم بارك الله فيكم، وهذا هو هذا دوركم ودور الاعلام اللي يلزم يتبع الحكايه، ولا هذا دوركم مش توصلونا معلومه، انتم زاد تعاونونا داخل الجمهوريه. ماهر الهمامي نقيب الموسيقيين العرب، كنت معنا في المباشر على موجات إذاعة الحياة، شكرا جزيلا لك. إذن متابعينا الكرام، إن شاء الله نكون قد أفدناكم في هذه الحصة الاستثنائية من برنامجكم برنامج حديث الروح على إذاعتكم إذاعة الصحة بالقيروان، إذاعة الحياة FM. نحب أقول لكم نحن نتقدم ونتطور بكم، أي ملاحظة نحن على أتم الاستعداد باستقبالها على موقعنا على الإنترنت، على فيسبوك، على تليفوناتنا. نقول لكم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وتصبحون على خير. هذا سفيان العماري يقرئكم السلام، ولأيمن ليجا من ناحية الهندسة التقنية، وسهيل السلمي تقنية ديجيتال يقرئكم السلام. تصبحون على ألف خير. للفن عنوان حديث الروح، برنامج فني ثقافي يهتم بأثر المبدع والفنان في كل مكان وزمان. حديث الروح برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ سفيان العماري، يوم الجمعة من 8 إلى 10 على الحياة فام. حديث الروح.